بعد توثيق لحظة سقوط الصاروخ الإسرائيلي أمام سيارة قناة المنار، أثار المشهد اهتمام العديد من الخبراء لناحية نوعية السلاح المستخدم، حيث تبين أنها قذيفة مدفع مورتر من عيار 120 ملمترا مخصصة لاستهداف المشاة، ويجري تحديد هدفها بناء على بيانات من الجو أو من الأرض، والأخطر بأنها تنفجر قبل ملامسة الهدف بعدة أمتار لتحقيق إصابات بشكل أكبر. مزيد من التفاصيل مع الخبير بالتكنولوجيا العسكرية مصطفى أسعد. بقلبه بروكسيميتي فيوز، يعني بينفجر قبل الارتطام. الفيوز اوتوماتيكلي بيحدد وين الجزء الصلب بالارض وبينفجر قبله على كذا متر. عند الانفجار بيطلع من القذيفة حوالي 4500 جلي حديد صغير، وهي وظيفتها تدمير بالإجمال العناصر البشرية بهديك الرقعة. وبما أنه هي قذيفة غير موجهة، ولكن بنفس الوقت المورتر سلاح فعال جدا ودقيق جدا، وبالتالي I think العدو تعمد عدم أذية المدنيين وتعمد بس أنه يعمل منطقة تحريم، يعني أنه هذه الرقعة ممنوع أنتوا تجوا عليها، رجعوا. لأنه لو كان بده يصيب كان صاب، يعني الإصابة سهلة جدا بالمورتر، يعني حتى لو الهدف ماشي وإلى آخره. تعمد عدم أذية الصحفيين، وهن بدون سؤال عارفين مين اللي بالسيارة، والحمد لله على سلامته وزمط هالمرة وإن شاء الله كل مرة. والرسالة بعتقد واضحة كانت منهم. يعني اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة ميتا بأنها تعمل على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين وحقوق الإنسان الفلسطيني على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. واتهمت المنظمة الشركة بممارسة الرقابة المشددة والقمع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من 1000 محتوى تم حظره بالرغم من أنه كان يعبر سلميا عن دعمه للفلسطينيين. بعدما أثارت اهتمام العالم منذ سنوات باعتبارها وسيلة النقل المستقبلية، تعتزم شركة هايبرلوب وان إغلاق نشاطها. وبحسب وكالة بلومبرغ، قامت الشركة بتسريح معظم موظفيها وتحاول بيع أصولها المتبقية بما في ذلك مسار الاختبار والآلات. وفقا للوكالة، فإنه بالرغم من أنه لم يتم بناء هايبرلوب واسع النطاق بعد سنوات من الجهد، إلا أن المفهوم لا يزال يجذب رواد الأعمال عن طريق شركات أخرى متخصصة بهذه التكنولوجيا.